طبعا الاستثمار اللي بيصير ما يصير، يعني احنا ما نبي الجمعيه انها تفكر ان تستثمر خارج البلد، لان بيكون الاستثمار خارج نطاق السلطات الحكوميه اللي هي تباشر على نوعيه الاستثمار. قد يكون الاستثمار بالذهب، قد يكون الاستثمار باموال مثل دولار ولا باليورو، فهذا هو المقصود، بس بحيث ان تكون المؤسسه او المصرف في مملكه البحرين وليس خارج مملكه البحرين. دكتورة افتحي، ترى النقاش طويل، افتحي افتحي. يبدو لي معالي الرئيس، اسمحوا لي بقرأ هذه المداخلة، يعني أن الإخوة مقدم الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل عندما تتجمع فوائد في ميزانيات تلك الأندية والجمعيات تسمح للظروف باستثمارها. ولا بد لنا أيضا أن نشاطرهم هذا التفاؤل وأن نؤمن معهم أن من يتفاءل بالخير يجده. وهذه النظرة الطوباوية الشديدة التفاؤل بمستقبل هذه الجمعيات والأندية سيكون لديها فوائد مالية كثيرة سيسمح لها باستثمار فوائدها استثمارا آمنا لتحسين أوضاعها ليست من المستحيلات. معالي الرئيس، واقع الحال باختصار شديد يدلنا أن معظم الجمعيات والأندية يعاني من شح في مواردها المالية وضيق في ميزانيات التشغيلية التي تعتمد على إعانات تقدمها لها الدولة لتتمكن من تسيير أمورها. نرجو أن يأتي اليوم الذي تنعم فيه هذه المؤسسة بوفرة في أموالها يجعلها تنحو نحو استثمارها والفائض من أموالها في استثمار آمن. نرجو أن تسود هذه الروح التفاؤلية لجميع الجمعيات لتحقيق أمانيها في المستقبل. وشكرا سيد الرئيس.